بينهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بينهما ويتوقع بينهما بالزرية الصالحة. وعلى الزوج وعلى الزوجة أن يسأل ربهما ذلك على الدوام، أن يصلح الله ذات بينهما. إن العبد الصالح والنبي الكريم خطيب الأنبياء عليه السلام قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فعلى كل منا، على الزوجين وعليها، أن نسأل الله أن يصلح بيننا وبين أزواجنا وبين المسلمين والمسلمات لزاما أن ننتفع له بالأصل. فالله سبحانه أيضا لما ذكر الصالحات وطاعتهن للأزواج قال: فالصالحات قانتات أي مطيعات، حافظات للغيب أي حافظات لأزواجهن في غياب الأزواج، حافظات للغيب بما حفظ الله. فلن تستطيع الزوجة أن تحافظ على حدودها إلا إذا استعاذت بالله. هذا الأصل يجب أن نحفظه وأن يلقنه. الذي يحفظنا هو الله، الذي يسلمنا هو الله. ولذلك أسباب يحفظ الله يحفظك، إذا حفظنا حدود الله حفظنا الله. هذا ابتداء. ثم هناك أسباب تلتمس للإصلاح بين الأزواج، أسباب تلتمس بعد دعاء المرء للإصلاح، منها رفق الزوج بالزوجة. فالزوجة ليست برجل إنما هي امرأة، وقد قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فعلى الزوج أن يكون رفيقا بزوجته امتثالا لأمر الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلا تظن أيها الزوج أن الزوجة رجلا مثلك، إنما لها جبلك والتي جبلها الله عليها. ويكفيك أن الله قال: وليس الذكر كالأنثى. فللنساء طرائق في التعامل، عليك أن تتسم بالرفق بما سمعته من حديث رسول الله ولما تسمعه. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. وخيركم خيركم لأهله، وفي رواية: خيركم ألطفكم بأهله. فكن رحيما مع الزوجة، لا تكن فظا ولا غليظا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه إذا كانت لك أخت وتزوجت أحببت أن ترجع إليك سعيدة، تقول: زوجي رجل صالح يقيم حدود الله ويتقي الله فينا ويحسن إلينا، تكون كذلك محسنا إلى زوجتك متقيا لله فيها، ترجع لزيارة أهلها فتبشرهم بكل خير. فكن لينا وكن رفيقا وكن ودودا وكن حليما. كل هذا مع مواصلة الدعاء والاجتهاد في الدعاء وإقامة حدود الله فيما بينكما. وأذكر بأمر، ألا وهو أن خصال الخير لا تجتمع في المرأة، لا بد وأن تجد فيها خلقا موجا شيئا ما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن المرأة خلقت من ضلع، فقد تراها جميلة وضيئة وذات حسن ونسب ودين، ولكنها لا تحسن الطهي. قد يوجد هذا،
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، سيدة فاضلة دينة ذات النطاقين، أبوها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ومن أسرة مباركة، وكانت تسوس فرس الزبير وتخدمه، لكن قالت لم تكن محسن الخبيث، يعني من معنى الدارج في القرى تخبز زرقاء كنت شايف لا يمكن. ماذا كنت تصنعين يا ام عبد الله؟ قالت كنت اصنع، كانت لي جارات صالحات تساعدني في الخبيث، تساعدني في الخبيث، ترى المرأة وظيفة جميلة حسناء فقيها عالمة كأمنا عائشة رضي الله عنها، ولكن بها شيء، وهي العالمة المبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ميرات شديدة الغيرة، تحملها الغيرة على أن تكسر الصحفة لما أرسلتها قرة من الدرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في ذلك كله. ترى فاضلة أخرى من الكبريات زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، يكفيها فخرا أن الله زوجها لرسوله بدون ولي وبدون شهود، والسفير جبريل امرأة ذات نسب بنت أمينة، أمينة بنت عمة أمينة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمينة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميلة حسناء تسامي عائشة في الزواج والمنزلة، ولكن ماذا فيها؟ إن فيها حدة تعتريها، أحيانا تزرع في الكلام وتهاجم وتهاجم، وقد يخطي لسانها في التعبير، ولكنها ترجع عن ذلك سريعا، وليس كل الناس يتحملونها. فالشاهد ان الزوجه ستجد فيها عوجا، لان الرسول لم يخبر بذلك، ولكن كما قال موصيا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. قوم او جذب رزق، قوم او جذب دين، اذا اخطات المراه عشره اخطاء ووقفت لها على الواحده كما يقولون تعاتبها في العشره الاخطاء فانت رجل ناقص، لانك تعاملت مع ناقصه العقل بعقل ناقص. ان الله يتسرى النبي الى بعض ازواجه حديث رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال لزوجتي سر من الاسرار، خذ هذا السر لا تخفي به احد، المسر هو الرسول، والمرأة هي زوجة رسول الله، والسر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبهنا وحذرنا وخرجت اخبرت الناس بالسر. قال تعالى والذي يعنينا وتسرى النبي الى بعض ازواجه حديثا، فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضا واعرض عن بعض. قال العلماء اخذها في البعض وعفنها في البعض، فاذا اخذت زوجتك عشره اخطاء اخذها في خمسه واترك لها خمسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله إني لا أحب أن أستنطق كل حقي على امرأتي، يعني لا أحب أخذ حقي كاملا من امرأتي، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، فمن القوامة أخذها، أنت إذا عملت الطفل الصغير ناقص العقل فوت له شيئا، فلا تؤاخذها في كل ما يصدر منها، اترك شيئا واعف عن شيء وكذا تستمر. لذلك الرسول قال ذلك عليه الصلاه والسلام، تعامل بهذه الطريقه. عائشه صدر منها خطأان، اخذت في واحد وعفى، اخذ النبي في واحد وعفى عن واحد. قالت في شأن خديجه النبي دائما يذكرها ويثني عليها، فحسن العهد من الايمان، زوجتي احسنت الي
أشكر لها فضلها. فكان النبي يقول خديجة خديجة فعلت وفعلت. غارت عائشة وهاجمت خديجة وهي لم ترى في حياتها. قالت خديجة خديجة امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ذات الأسنان سقطت من فمها ولم يبق إلا لثة حمراء. هلكت في غابر الدهر أبدلك الله تعالى منها. فالنبي يبتسم ويقول إني رزقتكم الدهر. وهي ميتة لكن ضرت حسبك من صبيها كالقصيرة. فاشتد النبي وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لزجرها بلون البحر. فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام. لا أطيل على الزوج أن يكون رفيقا حليما حليما رفيقا بزوجته. وعلى الزوجة أن تمتثل الصفات التي بينها النبي في المرأة الصالحة. إذ قال الدنيا متاع خير وتعالى وفي تفسيرات لا في حديث النار. تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يملك. تتزين له تسره إذا نظر تجمل. فالله جميل يحب الجمال. تنظف فمها تنظف في السواك. فكان من مشكلة دخلنا فيها بسبب راحة المرء والزوج نافر. لماذا انت نافر؟ يضر احد ما لا يستطيع. طيب يا رب تبتسمي كلام رسول الله. السواك مرضاة للفم وطهر للرب. اكثرت عليكم في السواك. وكذلك الزوج لا ياتيها مدخنا وفمه مليء بالرائحه الكريمه ويقبلها. تنزعج يا اخرى منه. لو قيل فقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأسأل الله أن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يقر أنهما من الذرية الصالحة. ومرحبا بإخواني أهل الشرقية في بلدهم هنا في التقاليد. مرحبا بأهل من القمح في بلدتنا كفرعون السويطة. حفظها الله وحفظ أهلها وحفظ الله إخواننا القادمين من الشرقية. مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وبارك الله لك يا دكتور أحمد وحفظك الله. أحمد بن العربي ومن معه وأهله وذريته. وبارك الله في العروس. وبارك الله لأختنا دينا بنت محمد بن إبراهيم السيد حفظهم الله قائمين بالكتاب وقائمين منه. حفظهم الله وحفظكم الله جميعا يا ضيوفنا الكرام. وحفظكم الله يا اهل بلادنا اهل كفر عرض السنيه وجمعنا فيكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العلم والعقل اختلفا. من فيهما في الفضل قد أحرز الشرف. العلم قال أنا أحرزت غايته. والعقل قال أنا الرحمن في علم. فبان للعلم أن العقل سيده. فأفصح العلم إفصاحا للعقل ثم انصرف. وهكذا إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا واستمتعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة التي ألقاها علينا أستاذنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورعاه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم أن الله إنه ولي ذلك مولاه. وتلا إخوة الإسلام والإيمان وقد جئنا إلى هنا في هذه البلد الطيب أهلها مشاركة في عقد قران أخ الفاضل الشيخ والدكتور أحمد العربي على أخت فاضلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجعل بينهما في خير. اللهم آمين. ومع ذلكم العلم وفارس القنوات الفضائية وأستاذنا الجليل وشيخنا فضيلة
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جلال، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مهجورا، ونشكره على تشريفنا. فقد نورنا فضيلة الشيخ وشيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام الذي رحمه الله عليه السير، هو يترجم الإمام المبارك رحمه الله عليه، لما دخل على مجلس حماد بن زيد شيخ، فطبعا حماد بن زيد انتقل ابن مبارك من كلمة، فابن مبارك يعني الأمر يكون صعب عليه جدا أن يتكلم بين هذا الشيخ، ولكن هو يعلم أن الاتفاق هو الأدب. فما حدث ابن مبارك رحمه الله عليه بحديث الا من روايه ومن طريق شيخ حماد بن زيد، فما نطق بحديث الا ويقول حدثنا حماد بن زيد. فطبعا في حضره شيخنا وسيدنا فجر الشيخ مصطفى، فما لم اتكلم الا بما قرات في كتبه وما تعلمت من دروسه والحقوق الطيبه التي يعملها. انا كلمه بسيطه، ويعلم الله ان لي كلمه ثقيله عليك ان انا اتكلم في حضور الشيخ، ولكن انا تعلمت من الشيخ مصطفى ان صلاح البيوت، صلاح الحياه، انما يكون بوجود الدين في البيت وفي الحياه. وعلى قدر وجود الدين في بيت كل انسان منا، فالله عز وجل يصلح هذا البيت. الله سبحانه وتعالى، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الارشادات التي تاتينا في الوحي في نور السماء من القران والسنه تؤكد على وجود الدين في البيت. فالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاءكم من ترضون دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبح بذات الدين. فاثبت ذلك، فاكد على وجود الدين في الزوج، واكد على وجود الدين في الزوج. ولو الانسان منا سال نفسه لماذا هذا التاكيد على مساله الدين؟ كما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: سئل يا رسول الله ان الله قد انزل في الكنز ما انزل والذين يكنزون الذهب والفضة فأي شيء نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على امر الدين ودنياه خير ما اكتنز الناس. اذا وجود الدين هو اساس لصلاح هذا الدين. أنا هقول أربع آيات وأختم بها كلامي، وتكون دي نصيحة لأخي الدكتور أحمد ولزوجي الكريم. الله سبحانه وتعالى تكلم في آية النكاح، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قلبت القرآن من أوله إلى آخره عن الأسباب، عن الأسباب التي بها يحصل داخل البيت السكينة والمودة والرحمة، فكانت الإجابة كلام ربنا عز وجل في كلمة واحدة هي الدين. فمن أراد أن يكون بيته مملوء بالسكينة والمودة والرحمة فليس عليه إلا الدين. وعلى قدر وجود الدين، وعلى قدر وجود العبادة، وعلى قدر التمسك بتعاليم هذه الشريعة البراءة داخل هذا البيت، يصب الله عز وجل على هذا البيت من السكينة والمودة والرحمة. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى المودة لن تنزل في البيت إلا مع وجود الإيمان والعمل الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في روايتين عنه رضي الله عنهما: إما حب الله لهذا البيت، وإما أن يحبب الله العبادة في هذا البيت. وعلى كلا التأويلين لابن عباس فوجود الحب والمودة داخل البيت مربوط بالدين وبالإيمان وبالعمل الصالح. وأما السكينة فالله عز وجل قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بس فالسكينة لا تنزل إلا في قلوب أهل الإيمان، فعلى قدر وجود الإيمان في البيت يفرغ الله عز وجل من السكينة داخل هذا البيت. هذه المودة وهذه السكينة طب الرحمة، فالله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون.
فالسكينة والمودة والرحمة فرض الله عز وجل في كتابه بوجود الإيمان ووجود الدين داخل هذا البيت. هذه الآيات لماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينا، ولماذا قال فاظفر بذات الدين؟ فالسكينة والمودة والرحمة ليست سلع تباع يسهل على الإنسان أن يشتريها من هنا أو هناك، هذه سلع لا تباع، هذه أرزاق إنما يبعث الله سبحانه وتعالى في البيت المؤمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخي الدكتور أحمد وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه بخير. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر والله إن أنا أتكلم في دون شغل الشيخ الفاضل. Thank you.